تحريض وتخوين وافتراءات قبل الاغتيال، وتحليل وتشويش بعده. ففي كل مرة تخطف فيها يد الإجرام واحدا من رجالات لبنان، تخرج بعض الأبواق لتتفوه بروايات وتبث شائعات عن التحقيقات وأسباب الاغتيال. فلا تكاد تمر دقائق على الجريمة حتى يسارع البعض إلى اتهام إسرائيل، وبعد اتهام العدو تبدأ الحملة كما يحصل في قضية استشهاد اللواء وسام الحسن، حيث بدأ البعض بربط الجريمة بتلفيقات وأحاديث وتوقيفات واشتباه. فما الهدف من هذه القنابل الدخانية؟ في ضخ إعلامي هدفه هي الجهة التي تقف وراء الجريمة من أجل خلق بلبلة وتشويش على الرأي العام وعلى التحقيق. شو الهدف من هذا التشويش؟ هذا التشويش هو خلق نوع من أول شيء من الصورة المغلوطة لدى الرأي العام، لأنه في الجرائم السياسية دائما هناك حكم الرأي العام، والذي هو يعني أهم بكثير من حكم القضاء بالواقع. الشيء الثاني، هناك محاولة للتشويش على الأجهزة الأمنية وعلى السلطات القضائية من أجل استثارتها لربما تكشف ما لديها من توجهات في التحقيق، لأن المجرم دائما هو في حالة ارتباك، يريد أن يعرف أين يسير التحقيق، هل سيصل إليه أم لا يصل إليه. ثانيا، هناك محاولة أيضا استثارة الفريق السياسي الذي يدين الجريمة. من المستفيد من ترويج هكذا تلفيقات؟ الذي يستفيد من هذا التشويش هو أولا الجهة المخابراتية أو السياسية التي تقف وراء جريمة الاغتيال، ثانيا المجرم الذي نفذ هذا الاغتيال. يعني هو هدي الطرفين، الطرف الأول اللي هو الجهاز الاستخباري أو الفئة السياسية تريد بالواقع أن تبعد هذه التهمة عنها وأن تسيق تهمات مهمة جدا، ثانيا تريد أن تبرئ نفسها تجاه الرأي العام في حال وجود شبهات حولها، ثالثا تريد بالواقع أن تضيع التحقيق. أما المجرم فهو يبحث بالواقع عن استثارة معينة من أجل معرفة إن كان التحقيق سيتوصل إليه لإدانته والاقتصاص منه أم لا. وحده النظام في سوريا، وبالرغم من كل ما ثبت حتى الآن سواء في ملف سماح المملوك أو غيره من الممارسات، وحده يبقى بعيدا عن الإشاعات والأفلام المفبركة، ما يدفع المتابعين إلى التساؤل بتهكم. لماذا تغتال إسرائيل دائما المعارضين لنظام الأسد ومن اكتشفوا مؤامرته ودفنوها في مهدها؟